أهلا وسهلا بكم. تحدثنا سابقا عن المفعول الحراري للكهرباء وكيفية استعمال الصهيرة أو الفيوز للحماية من أخطار الكهرباء. الصهيرة تتلف وتصبح غير صالحة للاستعمال بعد فتحها للدارة الكهربائية. فهل توجد طريقة لاستعمال المفعول الحراري للكهرباء دون أن يكون هنالك تلف كامل أو استبدال للقطعة؟ سنجيب في هذه الحلقة على كيفية استعمال مفعول الحرارة الكهربائية أو الحماية الحرارية الكهربائية دون أن يكون هنالك أي استبدال للقطع عند كل عملية لفتح الدارة الكهربائية. لكننا سنستعمل هذه المرة تأثير تمدد المعادن وتقلصها بدلا من انصهار وذوبان المعادن. هيا بنا لنرفع الأنترو ونعود بعد ذلك للشرح المبسط. مرحبا بكم. بالإضافة إلى انصهار وذوبان المعادن، يمكننا أن نستعمل أيضا خاصية التمدد للمعادن. تمدد المعادن هو إحدى الظواهر الفيزيائية التي تحدث للمعادن عند تسخينها في درجة حرارة معينة. عندما نأخذ قطعة من الحديد ونقوم بتسخينها، نلاحظ أن القطعة تتمدد ويزداد حجمها نسبيا. وعندما نقوم بتبريدها، نلاحظ أن القطعة تعود لحجمها الطبيعي. هذا هو مفهوم عمل اللوحة ثنائية المعدن الذي يستعمل في العديد من الآلات والأجهزة الكهربائية، خصوصا أجهزة الحماية الحرارية الكهربائية. القضيب ثنائي المعدن يتكون من معدن مقاوم للتمدد ومعدن سفلي يتمدد بسهولة. كل معدن يكون مختلف عن الآخر، لكن كلاهما موصلين للكهرباء. المعدن العلوي يلزمه حرارة كبيرة للتمدد، بينما المعدن السفلي هو معدن يتمدد بسهولة في درجة حرارة أقل من المعدن العلوي. عندما تعبر الكهرباء، يتم تسخين القضيب ثنائي المعدن. عند شدة تيار كهربائي ودرجة حرارة معينة، يتمدد المعدن السفلي، فينكمش على المعدن العلوي الذي يعتبر أكثر مقاومة للتمدد. حينها يتقوص القضيب بالكامل. كيف يتم استغلال خاصية التمدد في الكهرباء؟ سنقوم بتجربة بسيطة لنوضح كيف يمكننا استغلال ميزة القضيب ثنائي المعدن. لدينا التركيب الكهربائي التالي. يتكون من تغذية أحادية الطور 220 فولت، مفتاح تشغيل ومصباح كهربائي 2 أمبير. سنقوم بوضع كل هذه التركيبات على هذا الشكل، لكن الأهم هو أننا سنضع القضيب ثنائي المعدن بطريقة يمكنه من خلالها فتح وقطع الكهرباء أثناء التمدد أو أثناء تقوصه. عندما نضيء المصباح الأول، يمر التيار الكهربائي وينتج حرارة تسخين عادية لا تؤثر بشكل كبير على القضيب ثنائي المعدن. سنعمل على إضافة مصباح آخر بشدة تيار كهربائي تساوي 5 أمبير. شدة التيار الكهربائي الكلية الآن للمصابيح هي 7 أمبير. سترتفع درجة حرارة الأسلاك الكهربائية، وسترتفع أيضا درجة حرارة القضيب ثنائي المعدن بدرجة حرارة تجعل المعدن السفلي الذي هو أكثر قابلية للتمدد يتمدد. في هذه اللحظة يتمدد القضيب المعدني ويتم فصل التيار الكهربائي عن التركيب الكلي. وعندما يبرد القضيب ثنائي المعدن، سيعود لحالته الطبيعية، وهو ما سيجعل المصابيح تعود لإضاءتها مرة ثانية تلقائيا. إذن القضيب ثنائي المعدن يقوم بحماية التوصيلات الكهربائية من الحرارة أيضا أو من الحمل الزائد. يتم استعمال القضيب ثنائي المعدن في الكثير من أجهزة الحماية الكهربائية مثل القواطع الفرعية والقواطع التفاضلية، وهو يعتبر أيضا حماية حرارية ضد أخطار الكهرباء. يتواجد القضيب ثنائي المعدن أيضا في العديد من أجهزة التدفئة وكل الأجهزة الكهربائية التي تصدر الحرارة.
ويقوم بحماية توصيلاتها الداخلية من الاستعمال المفرط أو الكثير حتى لا تضيع تلك الأجهزة. يمكننا استعمال القضيب ثنائي المعدن لأنه لا يتلف ويمكننا من استعماله مرة أخرى، وهو الأمر الذي لا يمكن للفيوز أو الصهيرة أن تقوم به. القضيب ثنائي المعدن عبارة عن حماية حرارية من أخطار الكهرباء. سنتعرف على بعض استعمالات القضيب ثنائي المعدن في العديد من التركيبات والأجهزة الكهربائية في المستقبل. علينا الانتباه أن القضيب ثنائي المعدن يختلف قليلاً عن الصهيرة والفيوز أيضاً في طريقة العمل. يمكن للصهيرة أو الفيوز أن تقوم بحمايتنا من التماس الكهربائي أيضاً بالإضافة إلى الحمل الزائد. لكن القضيب ثنائي المعدن فهو يوفر حماية أكثر للحمل الزائد بينما تقل فاعليته أثناء التماس الكهربائي. سنترك لكم بعض الوثائق الخاصة بالقضيب ثنائي المعدن للإطلاع عليها. شكرا لكم وإلى اللقاء. Thank you.